في باريس الآن في هذه اللحظات مع الناشط السياسي سي رشيد مكاز، التقيت به هذا المساء. وفي البداية أحيي فيك يا سي رشيد، رحب بصدرك. يعطيك صحة، بارك الله فيك أستاذ، ومرحبا بك هنا يعني الله يسلمك في مدينة باريس. يعني اللي لاحظته أن سيادتك فعلا ناشط سياسي رزين رسين، ويعني ما صدر منك ولا شيء، لم أسجل أي انزلاق يعني وراء المهاترات اللي الناس كانوا يتكلموا عليها. أنت رد فعلك كان بسيط جدا، قال أنا لما أتلقى مع الأستاذ سليمان فأنا سأسعد باللقاء معه، وفعلا أنا سعيد اليوم باللقاء مع سي رشيد. خلينا نشوف سي رشيد معنا. فوالا فريمون سي ان اونور، فريمون شرف علينا بزاف باللي نتلاقاو مع أستاذ سي سليمان. فريمون جو سوي تري زورو. الله يسلمك. وسمعت هذو الهضرة، الناس يكتبوا في الانترنت، على بالكم باللي حنا الجزائريين نتقلقوا بزاف، حبه حبه دوكا دوكا نتفاهموا، يعني ندير حوار نحوسوا نتفاهموا واش صرا، باغاك يعني نبنوا الجديد ان شاء الله، باسكو حنا عندنا هدف واحد برك، خير البلاد ان شاء الله. خليني يا سي رشيد بعدين انك ناخذ دور الصحفي، و اللي هو اللي هي المهنه نتاعي يعني منذ 30 سنه الان. الله يبارك. واحيي اولا المنسق الوطني للحركه تاعكم، حركه الشباب، سي لطفي دراجي. سي لطفي دراجي اللي كان سبب في هذا اللقاء. هذا الشاب فعلا نموذج يجب على الشباب الجزائري ان يقتدي به. لما عمل رد علي انا على كلامي، رد هادئ، رد محترم، وكان في كل مره يقول يا استاذ احنا نحترموك، ولكن فهمنا من كلامك انك منحاز لجهه اخرى. لكن انا وضحت له، وضحت للقراء على الفيسبوك، ان كلمه الاستعراض ما كنتش اقصد بها التمثيل لا كوميدي، كنت نقصد بها التسويق السياسي. اي ناشط سياسي الا ويمارس عرض البرنامج هو الاستعراض امام الناس، وهذا هو اللي فهم خطا. ثانيا وهذا هو المهم سي رشيد، انت الشكل نتاعك الله يبارك يشبه شكل العقيد معمر القذافي رحمه الله. وانت في هذه الحاله خلينا نكمل مع صفحه سي رشيد. في اللحظه اللي شفت وانا خارج من تسجيل برنامج زيدني، البرنامج تاعي الاسبوعي الساعه 6 مساء، تكلمني الزميله ليلى بوزيدي باش نفوت معها في البرنامج. طيب رحت معها هكذا على المباشر، صحفيه الشروق، وانا ادعو الصديقه والزميله ليلى انها تستضيف في البرنامج، تستضيف في برنامجها في برنامج نقاط على الحروف. فمباشره يعني ما علي الا غيرت فقط الشوميز القميص ورحت مباشره للاستوديو. اونديير مفاجاه فتفاجات. فالمنظر نتاعك كان منظر مؤلم، هذاك المنظر المؤلم ذكرني بالعقيد المرحوم عمر القذافي. هذا اللي اثار حفله الناس، قال كيفاه شبهته. انا من شده المفاجاه يعني كانت الدعوه حقيقه صادمه، ولذلك قلت هذا يعني منظر مؤلم اللي رانا نشوفه، كاننا نشوف القذافي في اخر يوم من الحياه. طيب بعدها انت على المباشر وجاي خارج من تصوير برنامج طوال اليوم، ثم داخل في برنامج مباشر اوتوماتيك، ما راح ما تلقاش راك التركيز اللازم لكي تبرر او لكي تقول شيء معين، ولكن يعني. انت الان صحيت، انت الان سمعت الحوار، سمعت الحوار سي رشيد، اعطينا كلمه حول واش فهمت انت، واش فهمت من كلامي في برنامج نقاط على الحروف. تفضل. زيد فضلك. على بالكم انايا يعني قريت الفلسفه في جامعه سوربون هنا في باريس، رانا شحال في الجامعه، وحنا رانا هنا في الحي اللاتيني في باريس على بعد امتار من جامعه السوربون اللي عندي لها دعوه غدوه ان شاء الله. حي ثقافي يعني. انا فهمت انا استاذ سي سليمان يعني داروا له مفاجاه يعني في قناه الشروق، وماشي حاجه سهله واحد يعني يدير رياكسيون يعني على المباشر دوره تحضير يعني. فوالا دونك مو جو لو كومبخون، اي بور مو ماشي حاجه غراف، هذه سي ريان تيتو بالنسبه لي انايا، سي سامبلومون لي زاليا دو ديريكت، ماشي حاجه سعلبه وهذه يهضر على المباشر. فوالا هو انايا ما شاء الله هذا خويا جزائري، هذا استاذ نحترموه بزاف بزاف بزاف، هو سي تاع كرون مسيو، سمعت سي كرون مسيو وفي الجزائر العايش، وحنا نحترموه كاع في الجزائر كامله. وبالنسبه لي فريمون سي ريان دو تو، والحمد لله نتمناو الخير بلاد، ونتمناو باللي لا كارير دو استاذ سليمان va continuer ان شاء الله، et je vous demande de lui pardonner parce que هذه حاجه سي بالنسبه ليا، au contraire c'est l'occasion باش تلاقينا هنايا في باريس ان شاء الله، فاني نتلاقاو في الجي ولا في باتنا ولا في ام الواقي ولا في اي بلاصه. هذا دليل يا سي رشيد على ان رجل السياسه يجب ان يكون مرنا، يجب ان يتعلم الناس. يعني اذا كان انت سيادتك اللي كنت معني المعني الاول بالكلام نتاعي انا،
ومع ذلك كان صدرك رحب، وكنت حييت الناس في مارسيليا قلت لهم هذا صديقنا وراح يجي ونشوفه ونتلاقاه. أول ما جات الفرصة أنا عندي موعد في المكتبة الوطنية الفرنسية غدا إن شاء الله، وموعد في جامعة السوربون، كنت مسجل الدكتوراه في جامعة السوربون منتسب يعني، والتقي مع الدكتور وسيم العرج ربما غدا إن شاء الله. وجات الفرصة أول شيء عملته وأنا من المطار مباشرة كلمت سي رشيد قلت له أتمنى وأود أن نلتقي، وفي خلال ربع ساعة كان سي لطفي الدراجي اللي كان سبب في لقائنا اليوم لتوضيح الأمور. الآن ندخل في المفيد سي رشيد. خليني نأدي دوري كصحفي. أي بسم الله. ماشي. نقدم الأستاذة. شفتوا لي الزمن هذا رجال ما شاء الله. فريمون نطلب منكم باللي سمحوا له باسكو سي سي تي ديغور فريمون ميدياتيك، هذا انقلابي اعلامي بغى يديروه في البلاد عرفوا كي داير. خطأ إعلامي ربما. بس الحمد لله الحمد لله تفضل. الله يسلمك. تعرف الصحفي لما يطلب منه انه يدين شخص متهم، يدين شخص يتهموه الناس باللي لس ولا سراق ولا الصحفي يجب ان يكون موضوعيا، لازم يكون عنده الاوبجكتيفيتي، لازم يكون نادر، يكون محايد. باش يتهم واحد لازم تكون عندك الوثيقه في يدك، دليل. هاي الوثيقه، هاي الدليل اللي يثبت ادانه فلان او علان زيد او عمرو. انت رجل سياسه يا سي رشيد، انت بامكانك ما دمت تملك الدليل على فساد مجموعه من المسؤولين او شخص معين وتقدمه للناس، هذا واحد ما يلومك. اما انا كصحفي تصور ان يطلب مني الناس باش نقول فلان سراق ولا لس، هل انت تقبل لي انني نتهم شخص بدون مبرر؟ انا ما نقبلهاش، ما نقبلها لا ليك لا ليا. انا كي نتهم بعضهم سي سعيداني ولا سي شكيب خليل ولا سي بوشوارب ديما عندي ادله، الدليل في جيبك. انا يا جماعه جوابي فارغه من الادله. انا صحفي محايد واعمل على ان انقل الحقيقه كما اراها، وهذا ما حاولت انني الناس تفضل سي رشيد. الناس واش يقولوا؟ يقولوا بان كيما سي رشيد يطلب تبرير ثروه سعيداني وثروه شاكيب خليل وثروه معناها لافورتين تاع ولد قدور وسعيداني الى اخره، فهو يطرح عليك سؤال اي صحفي يقول لك انا نطلب تبرير ثروه سي رشيد الكاس. لو كان جيت انا مسؤول سياسي جزائري من حقك انت ومن حق كمواطن ولا كصحفي، بارك الله فيك، تطلب لي يعني واش عندي واش ما عنديش، ولكن جيستيفي لا 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 يعني شو ديكلاراسيون باتريمون يعني القانون الجزائري يقول باللي اي مسؤول سياسي لابد يصرح بممتلكاته. نعم بارك الله فيك. بصح لا سلة لا بوشوار لا تقدر ولا واحد صرح بممتلكاته، ما كان حتى واحد صرح واش عنده واش ما عنده. ان شاء الله لو كان ديما نصب رئيس البلديه ولا نائب ولا رئيس، ان شاء الله هذه من حقك من حق كاع الجزائريين دير تصريح بالممتلكات ويعرفوا واش عندك واش ما عندكش، ويعرفوا منين راك تخلص النقاب وتمشي حتى لبلجيكا وتمشي العالم كامل والحمد لله. رغم انك صرحت انك انت اصلا ضد فكره النقاب يعني انت، ولكن من حيث المبدا من حيث كونك مسلم من حيث كذا انا مستعد للحريه يعني هذا هو اللي سمعناه منك، وهذا الشيء اللي تشكر عليه هو شيء يثمن يعني احنا نثمنه مثل هذا المواقف. اثنين، احنا كصحفيين قرينا وصحفيين ان يتابعوا هذه الصفحه والصفحه تاع كاذبين متابعه شوف كبير. لازم يتبعوا فيك بلا شك. نحيي الجميع شفت ولا لا؟ شوف رانا اون ديريكت 4600 منتخب سي رشيد، هذا الروكار على بالك. الله يبارك ويعطيكم الصحة كاع، بارك الله فيكم. أنا كصحفي وجميع الزملاء الصحفيين قرينا باللي أنت مدفوع من طرف الجنرال توفيق لتصفية حساباتك مع سعيداني أو شخص آخر. شفت المشاهدين يتابعوا فينا، يلا. بون جاوبكم صافي شحال 100 خطرة اللي نجاوب صح نجاوبك أون ديريكت. تفضل. شوف زيد فضلك. أنا نحترم المؤسسة الأمنية، مؤسسة عسكرية، مؤسسة دبلوماسية جزائرية، ما عندي حتى مشكل مع هذه المؤسسة. وكمسؤول مؤسسة أمنية نحترم جنرال توفيق كما نحترم الجنرال قيس صالح يعني الوزير الدفاع، وكان نحترم وزير الخارجية ما عندي حتى مشكل. الناس راهم يقولوا لي باللي يعني عندي علاقات مع جنرال توفيق، أنا باغزومبل لو كان صح وموا سي ان اونور كي عندي علاقات مع الرئيس بوتفليقة ولا مع الرئيس جنرال توفيق ولا مع مع الوزير قايد صالح، عندي بروبو سي ان اونور. بصح على الغالب انا مواطن عادي ما تلاقيش بهم، ما تلاقيش معهم. انا نتلاقى مع جزائريين في 48 ولايه، نتلاقى مع جزائريين تاع الجاليه الجزائريه، اي جو ني جامي عمري ما تلاقيت او
هضرت معاه بالتليفون مع جنياتو فيه هاكم تسمعوا نقولها لكم كما نقولوا في الدوار والله خطره والله خطرتين والله في الخطرات عمري ما تلاقيت مع جنياتو فيه ولا هضرت معاه في التليفون ولا تجاو لي زانترميديير يرسلوا لي الميساج من جنياتو فيه فوالا. في برنامج نقاط على الحروف سي رشيد شفناك انت مدرج بالدماء وانا قلت هذا الكلام قلت لما انا شفت سي رشيد نكاز يعني في حاله مؤلمه تشبه حاله القذافي نقطه. الطرف الثاني مغطي ما عرفتوش لا ابن سعداني ولا سهر سعداني ولا نسيبه ولا ابن عمه ولا واحد عاقب من هيه شاف سي رشيد مكاز يفتح في لابوات ولاتر تاع سعداني خلى عليه يعني هذا الكلام اللي سرباته مثلا قناة النهار او صحف اخرى وهذا اللي سمعناه. ما الذي حدث بالضبط؟ جاوبك انا كي وصلت على بالك ديما كيدير وقفه سلميه ضد الفساد في الجزائر في باريس امام الشقات تاع المسؤولين السياسيين نروح نهار قبل وندير لايف باه نقول للجماعه ما تنساوش هذا ان شاء الله ديروا وقفه سلميه بالضبط انا نتابعوا دائما بارك الله فيك. انا كي وصلت من بعد شفتو هذا ولده جا انا ما نعرفوش هو اللي قال لي وليد سعيداني والحمد لله في هذيك الباطنه كاين الكاميرا الحمد لله وهذا الانسان كذاب خطير سكراب قال بلي كنت تفتش في لاباتولات خاف الله كان لي كاميرا يشوفوا ويشاهدوا والحمد لله كان بوليس شانتيفيك على بالك اي واحد يقلب حاجه كان لي بارك الله فيك والحمد لله انا كلمت لابوليس قالوا لي ما كان والو طيب الان هل كي بيه باسكو دليل ديفاماسيون رفعت دعوه قضائيه وغادي نجيبوا بعد ان شاء الله نعطيهم الملف جديد ان شاء الله. طيب هذا ابن سعداني ولا نسيبه؟ هو قال لي بلي ولده ولكن انا قريت في الجريدات باللي قالوا باللي نسيبو وليد قتل هو الان طليق يعني ما راهوش محبوس لا هذا هو المشكل كيف انسان ما يقتلني وراه نورمال برا يشرب لاتاي تاع واد سوف في نوي شخصان هذه غير مقبوله ما كان حتى واحد في الجزائر يقبل باللي انسان اللي بغى يقتل مواطن نورمال راه حر هذه ما قبلوهاش وانا ما نقبلهاش صحيح. طيب صحيح. انت وجودك في الجزائر هل راك تجيب الجزائر عادي يعني حتى واحد منعك شوف من انا ندخل اليس في البلاد ولكن ديما كان تعليمات بلي ما يخلوش نكاز رشيد يشرب قهوه في الجزائر ولا يدور في الجزائر هذا هو المشكل. طيب هل تمر في قنوات تلفزيون؟ عندي عام ونص داروا لي مقاطعه اعلانيه في الجزائر عام ونص صافي ان اون ديش في بويكوتي بار لي ميديا الجزائريين صافي ممكن مع قناه الشروق احنا ان شاء الله ولعلنا نجيو معك لقاء خاص لقناه الشروق نكلم سي علي فضيل اذا ما عندوش مانع اذا ما فيش اعتراض انا ساسعد ان يكون انا اللي راح نحاورك يعني أو تحاورك السيدة ليلى أبو زيدي أو واحد من الزملاء الصحفيين في الشروق. كاش تعليمات في الشروق؟ لا أبدا لا أعتقد أن هناك تعليمات. كاش تعليمات؟ لا 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 على بالك في وقت رمضان هناك سقف في قناة الشروق سقف يعني عالي جدا في ميدان الحرية الله يبارك وأنت تتابع يعني نقول لك فأنا أول شيء نعمله بعد عودتي بعد الغد إن شاء الله للجزائر أنني يعني لا يمنع أنا واحد من منتسبي الشروق من جهة واحدة أخرى يسرني ويسعدني انني ننقل وجهه نظرك يعني ان شاء الله باسكو على بالك درنا واحد الكاميرا كاشي معنا ستينا في وقت رمضان وعلى بالك باللي جاو التعليمات باللي ما يخلوش الكاميرا كاشي تاعنا كذا اللي فيها هذه ما سمعتش بها انس صديق على كل حال والله يبارك لك ممكن بالك كان شي ناس في هذا النظام ما يقبلوش باللي نكاز رشيد يفوت في قنوات خاصه في الجزائر ممكن فان شاء الله نتمنوا كل مبادرة يعني من عند قناه لماذا؟ لاننا في اطار حريه التعبير في اطار انك بامكانك تعبر على وجهه نظرك بكل حريه اذا مسيت واحد او ادنت واحد او اتهمت واحد بلا تعبير طبعا يعني مشكوكيه صحيت هذا ما كان ولذلك انا اصريت على المتابعين تاعك وانا احيي كل المتابعين الجزائريين انا اصريت على انه هذو الناس اللي يقولوا بخليلي راهو لما قال هذا الكلام راهو شيات انا لو كان عيني نشيت راني شيت في 99 يا رشيد اخويا ماشي في 2017 لما كان عمري 35 سنه ماشي 53 سنه وانا دائما اعلامي محايد واعمل على نقل الحقيقه اينما كانت الحقيقه في باريس مع سي رشيد مكاز نقلت الى باريس والى سي رشيد مكاز ولمست منه هذا الترحيب الاخوي الحار وبكل عفويه وبكل تلقائيه لما تلقاو مع رشيد مكاز تعرفوا انكم مع رجل سياسة حقيقة يعني متواضع في على قدر كبير من الطيبة والاحترام يعني فأنا أحيي من خلالك يعني المناضلين تاع الحركة تاعك من جهة واحدة أخرى أدعو النشطاء السياسيين إلى أن يأخذوا منك القدوة أنه أبدا ولذلك الشاعر العربي القديم يقول ولا أحمل الحقد القديم عليهم فليس رئيس القوم من يحمل الحقد
يعني لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. الإنسان اللي يكون يحب يوصل لمرتبة ما لازمش يحقد على الآخرين، وهذا اللي لمسته منك سي رشيد. بارك الله فيك أستاذ. الله يبارك فيك. طيب نكملوا الآن، تمشيت مع سي حسن عريبي. نعم ويعطيك الصحة. وبعدين هذا ركاز هذاك الله سيعنام حتى البرمة. طيب أنت كيف ما دخلتش؟ هو خلاه يدخل ما فهمناش علاش، وحنا قالوا لي اللي أنا قالوا لي بلي أنت يا إرهابي، أنت يا تيغوغيست انترناسيونال. جات معلومة من الجزائر وقالوا لهم باللي انا ارهابي دولي. يعني هل انت مصنف ارهابي في بورما يعني في سنغافوره ولا في ماليزيا ولا وين؟ في بورما. انا كيف وصلت بورما قالوا لي ما نخل... انت مشيتوا على اي انتم هبطتوا في ماليزيا؟ احنا بدينا بزي العاصمه رحنا دوحه ما خلوناش ندخلوا الطياره اللي تروح لبورما. طيب احنا وجد... قالوا لنا باللي يعني البورما ما قابلتش باللي كذا رشيد يدخل في الطياره يروح ليهم. طيب من بعد وجدنا من بعد وجدنا دينا طياره كوالالمبور في ماليزيا. من ماليزيا قبضنا واحد آسيان إير يعني خطوط تاع ماليزيا. أيوة. وصلنا بورما. يعطيك الصحة. كيف وصلنا بورما؟ أيوة. قالوا لي باللي نكاز رشيد ما يقدرش يدخل، ولكن أحسن عريبي هو يدخل. قلت لهم على بالكم هذا السياسي، راجل سياسي معروف بزاف الجزائر. هو المشكل بالك ماشي أنايا. قالوا لي لا هو نخلوه يدخل. أنت هو المشكل. بصح أنت يا هذا وين في كوالا يعني؟ لا في بورما. في بورما في رونغود. وصلنا في العاصمة تاع بورما. هو الحمد لله دخل بورما، دخل رونغود، راح الجامع ودا اللايف وقال لهم بلي انتم ديكتاتوريين راكم تحقروا راكم تقتلوا في المسلمين. اي فريمون يعطيها الصحة فريمون سي ان غرو مونسيو نحترمو بزاف. ومن بعد زدت لقيت مع سي حسن علي. من بعد ما تلاقيناش باسكو هو دخل وانا هربوا رجعوني لماليزيا. رجعت مباشرة. ومن بعد ماليزيا قعدت 36 ساعة في المطار. تعرف علاش؟ باسكو الجزائر اللي نبغوها حكومة جزائرية واش دارت واحد في نوت قالت باللي قال الخطوط تاع العالم باللي ما تخلوش نكاز رشيد يدخل في الطيارة باسكو هذاك إرهابي. ولكن دولي. أي طيارة تقصد؟ ما كان حتى واحدة. وعرفت قالوا لي كيف وليت كيف رجعت لفرنسا؟ دوك نفهمك. هما شنو قالوا لي؟ قالوا لي لو كان ما عندكش النوت يعني برية من السفارة الجزائرية تاع كوالالمبور اللي تقول باللي أنت ماكش إرهابي ما خلوش كاع تدخل في الطيارة. هذا على القنوات الجزائرية أن تنقل هذا التصريح يعني. لما ناشط سياسي يتهم بالإرهاب وهو يقول بأنه الدولة الجزائرية مصنفاته كواحد من الإرهابيين. هل هذا عندك عليه دليل يعني؟ هل هذا صحيح؟ دليل أو ديريكت المرأة يعني المسؤولة تاع الأمنية في المطار صرحت أمامك بهذا؟ أو ديريكت أون ديريكت. والجزائريين راهم يتبعوا في لاباج تاعنا فيسبوك سمعوها وشافوها بعينيهم. طيب وجودك لهنا في فرنسا، أنا نشوف السي رشيد وراني الجواز السفر نتاعو الجزائري. أنت ما عندكش جواز فرنسا؟ ما عندي حتى واحد. أنا نمشي بالجواز الجزائري تشوف فيها الفيزا كارت ريزيدونس. والسي رشيد عنده بطاقة إقامة في فرنسا، يعني أنت لم تعد فرنسيا. نزلت على جنسية فرنسية في 2013. في 2013 وعندي فيزا ولا فيزا أمريكية. عندك مثلا فيزا الولايات المتحدة الأمريكية أنت حصلت عليها بموجب الجواز، جواز سفر جزائري. نعم. أنت معناها مواطن جزائري كامل الحقوق بجواز سفرك يعني بدون أي مضايقات يعني. لا الحمد لله. لا الحمد لله. وإن شاء الله نشوفوك في أقرب وقت في الجزائر سي رشيد. إن شاء الله. صدقني أنا سعيد جدا باللقاء معك. بارك الله فيك. وأكون أسعد لو يعني الجمهور اللي تابعنا الآن وإحنا على المباشر أنه يلمس فعلا رحابة صدر رجل سياسة حقيقة، رجل سياسة محترف، وأنه ما يشوفش للأمور ذيك النظرة المحدودة، النظرة ضيقة الأفق، أنت تشوف بعيد. ولذلك كان لقائي مع سي رشيد بكل سهولة وبكل بساطة. والآن رانا معكم على المباشر. الكلمة الأخيرة ليك سي رشيد. الأخيرة يعني غدوة إن شاء الله على بالكم باللي عندي موعد مع المستشفى هنايا في باريس ماشي بعيد هنايا تقريبا 1 كيلومتر، بعد العملية على النيف اللي كسروه لي وليد السعيداني. إن شاء الله نكونوا يعني معاك ونطمئنوا على صحتك إن شاء الله. عندي فادي هذه الودن هذه ما تسمعش كاع، ولكن الحمد لله إحنا على بالك باللي إحنا مسلمين ونقولوا يعني ما معنا أي مشكل في حياتنا نقولوا الحمد لله ونتمنوا الخير. وأنكور أون فوا ميل ميرسي. Merci Belgique Daniel Berry. Merci. قدمناها. وأعتقد أنه
ما كانش كلمة الآن بعد كلمة سي رشيد. ألف شكر سي رشيد. ألف موفق ونتمنى إن شاء الله تكون موفق في عملك السياسي وفي نشاطك السياسي للشعب الجزائري كله. أكيد رأوا يتابعك ويتابع خطواتك في هذا المجال. هاي تبعك أكثر علي اسمح لي يوتي. لا العفو يعني هذا الـ سان غران مسيو أتنشون سي تان تري تري غران مسيو جو لو ريسبكت بوكو ريسبكت هيم فيري الله يبارك فيك يا خير اي بوكو ديستيم. وتحية كبيرة للشعب الجزائري البسيط الواعي المتواضع اللي قدرنا جميعا ويحترمنا جميعا من خلال أعمالنا. هو ما لا الشعب الجزائري لا يحترم الناس إلا لما يقدموا عمل لما يقدموا جهد. وأتمنى أن نكون دائما أنا وأنت وجميع الناس اللي يخدموا من أجل الجزائر في عند حسن ظن الناس. السلام عليكم ورحمة السلام. الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أستاذ ميرت وطلب روحكم يا كعد فاب من ميرسي يا أستاذ سليمان. شكرا سيدي. عفوا صحيح.